بسم الله الرحمن الرحيم. باسم ساكن شعب العراقي نتكلم. واحد الانسان اللي كنت كناضل هذه مده 5 سنوات، الدعم اللي كنا كنخدموا به على حساب الازقه وتغيير الملامح ديال الازقه شعب العراق كان دعم من طرف الساكنه، من طرف الجيران، الناس الحومه هما اللي كيدعمونا باش نجحنا هذه الفكره ديال الازقه. ابر ما نهضرش على الحجر الصحي اللي كنا متطوعين فيه، تنجيبوا ادويه، تنجيبوا مؤونات للناس الفقراء والناس المعوزين. ولكن هاد الناس اللي انتقدوني واش كانوا كيدعموني في هذه المرحله؟ لا، ما عمرهم تفكروني او عطوني شي حاجه اللي مسهمش الانتقاد ديالهم. انا اللي مشيت مع هذا الحزب هذا، كنشوف الساكنه ديالي كامله مشات مع هذا الحزب، وفيه شباب، لائحه فيها شباب، فيها شابات اللي خدموا معايا في التطوع، لان كاينين واحد جوج شابات لا داعي لذكر الاسم ديالهم. هاد الشابات كانوا معايا في ستوندار كيتستقبلوا المكالمات ديال الادويه، تعيطوا لهم الناس اللي باغي الادويه اللي باغي شي مساعده. هاد البنات يعني كانوا خدامين. ملي كنشوف هاد البنت هذه في اللائحه، جوج البنات في اللائحه واصدقاء ديالي هما بزاف منهم كانوا اللي هما موجودين في اللائحه، يعني اللائحه عامره غير بالشباب، يعني خصني نمشي مع هاد الشباب كما كنقولوا نعاونهم. واخا انا ما كنتش في اللائحه، ما كانش عندي هدف باش نكون في اللائحه، ولكن كاينين الناس اللي تعاونوا معايا في الخير كاينين في اللائحه. هادشي علاش مشيت لهاد الحزب هذا، وما تيهمنيش الانتقادات، لان الناس المنتقدين كنتسموا ناس فاشلين. علاش؟ ما داروا حتى شي حاجه، كينتقدوا ناس كتخدم للمواطن الصالح. علاش؟ ملي كتكون مواطن صالح وكتعاون الساكنه ديالك بدون مقابل، وما كيعطيك حتى شي حزب، ما كيعطيك حتى شي واحد، يعني ماشي نقول بدون مقابل وما تيعاون حتى شي واحد، يعني راه حتى شي واحد، يعني كيبقى الدعم ديال الساكنه. يعني من حقي ننتمي لاي حزب، ربما لقيت في هذا الحزب داك الشيء اللي بغيت. انا عندي فكره وبغيت اللي يكملها معايا، هو نزيدوا بدوار الضم القدام اللي هو حي ابي رقرق باش ننجحوا واحد المشروع ديال الازقه. ياك يعني انا نمشي مع هذا الحزب لانه عطاني واحد الوعد وتقش في هذا السيد هذا، هذا هو اللي كاين. هذه كلمه منافق، هذه ربما انا عندي ثقه في النفس ما كتحركنيش وما كتزعزعنيش، وباقي عندي ثقه في راسي باني غنعاود ندير اللايف وغنعاود نكافح ونناضل على الفقراء وعلى المساكين والناس المعوزين. علاش؟ لان انا هكا بغاني الله نكون، فهمتيني؟ اما هذوك الناس المنافقين ناس فاشلين، الناس اللي كينتقدوني ناس فاشلين. علاش؟ ملي كتسمع مثلا تنتقدك فلان او فلانه، هذا الانسان ما كانش يشوفني كندير لايف وكنهضر على 30 شخص معوز ما عندوش القفه، ما عندوش المؤونه، خاصو الدواء، على الاقل كان يتصل بيا ويدخل عندي الفيسبوك ويقول لي انا مدلك يد المساعده. ما عمرك مديت يد المساعده 3 سنين، دابا وحنا كان عامين تقريبا كورونا، ما عمر اتصل بيا شي منتقد. دابا حاليا ملي مشيت مع واحد الحزب لربما بغى يعاونني ويعاون الشباب، انا كنهضر ديما باسم الشباب. نهار هضرت مع هذا الانسان هذا اللي في هذا الحزب هذا قال لي هضرت معاه باسم الشباب، انسان من خلال الكلام ديالو تقص فيه، واخا ما تقول لك لا هاد الناس ما فيهمش الثقه ما عندناش في المدينة. ولكن كيبان لي انا واحد الانسان الا نجح ان شاء الله يكون مستقبل الساكنه. الهدف ديالنا هو نغيروا الملامح ديال الساكنه ونصوفيو بعض الشباب يضرب على راسهم يخدموا، لان عندنا احياء الشعبيه مهمشه وفيها بزاف ديال الناس ما خدامينش، وناس كما نقولوا ربي اللي عالم بهم. كورونا بينات وعرات على الواقع ديال الاحياء الشعبيه، ما غاديش يجي واحد ما عاوننا حتى بنص كيلو ديال الطحين وغادي يقول انا منافق. اذا هو المنافق. انا ما عمري كنت منافق، ملي كنعاون الساكنه والدراوش وكنسخر على الناس بدون مقابل، هذا ما كيتسماش نفاق، كيتسمى نضال. اما النفاق كيبقى لهذوك الناس اللي كينتقدوا هذا الانسان هذا، ودير لكم شكرا. وانا غنبقى انا هو انا وغناضل، كينجح الحزب كيما نجحش الحزب غنبقى ناضل مع الساكنه وغنكملوا افكار. علاش؟ لان معايا بزاف ديال الشباب اللي مساكن هما ربما ما خدامينش الخدمه، ولكن عجبهم الفكره هو انهم كيعيشوا في واحد الحي نقي وبغينا نردوه راقي مستقبلا. نقول كون عاود نقول لك هذيك اللائحه اللي عندك الحزب فيها شابات وشباب اللي ربما هاد اللي كيقولوا علينا منافقين ما عارفينش دوك الشباب شنو داروا، لان الخير تيكون بالستره، ولكن انا عارف دوك الناس شنو داروا. داك الشيء كناضل من اجل هاد الشباب اللي في اللائحه اللي هما اغلبيه الشابات، راه قلتها وعاودتها، الناس اللي خدموا معنا في واحد التطوع وفي كذا وهذه، يعني يد المساعده. انا ما دخلتش اللوائح ولكن بغيت نعاون هاد الناس، لان هاد الناس عندي فيهم ثقه، الا نجحوا الناس الحزب حتى هاد الشباب غادي كما كنقولوا الا طلب لنا شي حاجه غادي نلقاو. هذا هو اللي كاين، كينجح كيما نجحش انا غنبقى هو انا، غناضل غنكافح مع الساكنه ديالي، لان هادشي ولا عندنا كما نقولوا ولا فينا مرض النضال. يعني ما تيهمنيش كينجح كيما نجح غيعاوننا، ما نجحش يعاوننا الله والساكنه غتبقى ديما كتضامن بيناتها. هذا هو اللي كاين، حنا درنا الثقه في هذا الحزب، هذا هو اللي كاين. كلمه اخيره كلمه الاخيره هو تنقول لك هو الساكنه بانها كتحبنا وغتبقى تحبنا وحنا كنحبوها وغناضلوا من اجل ديالها. والحزب اللي هو حزب كما قلت لي بلا ما نسميه، يعني ما بغيتش نسميه هذا الحزب، هذا راه العالم ولا تعرفني انا مشيت مع الحزب فلان فلاني، يعني لا داعي للذكر ديال الاسم ديالو، حنا معروفين. المهم حنا كنتمناو الساكنه تصوت على هذا الحزب وحنا ما غنفوتوا الساكنه. بسم الله الرحمن الرحيم. القاسم ابو عزار المناضل ديال
سعود الى 2015 لحد الساعه. حنا بقياده سيدي ابراهيم عندنا فيه الثقه هذاك السيد، حيت ذاك السيد معقول ولو ما خدش السير ذاك السيد معقول، ناضنا من اجله حيت علاش فيه عنده فيه معقول هو هو هو, هو وجهه فيه المعقول. بعضنا بعض الناس اللي ينتقدوا هذا الحزب هذا ولا ذاك الشخص، هذوك الناس اكثرهم شدوا الألف درهم ونسوا الخير ديال هذا السيد، ولكن حنا السيد عندنا فيه المعقول. لحد الساعه ان شاء الله حنا دوزنا واحد المرحله ديال المعارضه، ايه هو ما كانش كيتواصل مع الساكنه، ايه حيت علاش كان في المعارضه خاص الناس، ولكن دوك الناس لكل الحزب اللي كان شاد السير هو اللي خلى الساكنه في هذه الحاله تعيش في هذه الحاله، الازبال ولا الاناره ولا الامن المنفلت ولا البطاله. للاسف الشديد بعض الناس ولا الناس من الساكنه ما فاهمينش هذه المساله، ولكن حنا تنعذروهم، حنا هاد الناس تنعذروهم، ولكن خلال من تنفهمهم تيقول لك ايه، حيت هما صوتوا على دوك الناس، على دوك الناس الاخوانيين، ودوك الاخوانيين خانوا العهد ديال الساكنه، ما وفوش بالعهد، ولهذا حنا عندنا الثقه في سيدي ابراهيم. حنا حتى الساعه عندنا الثقه ان شاء الله. حنا انا دابا من هاد المنبر تلطالب ساكنه مقاطعه اليوسفيه هي تصوت على عندنا ابراهيم، عندنا فيه الثقه ان شاء الله، وكاين الخير، ها كاين الخير ان شاء الله، كاين الخير ان شاء الله في مقاطعه اليوسفيه. لا صوتوا على وشد ابراهيم العموديه ان شاء الله بحول الله، غادي يكون الخير ان شاء الله، غادي نحيدوا هذا التهميش، وغادي نحيدوا هذه البطاله ان شاء الله، ونحيدوا هذه الحاله المزريه اللي تعيشها مقاطعه اليوسفيه، فهمتيني؟ الله يزيد تطلب من هذا المنبر، تطلب ساكنه مقاطعه اليوسفيه هي تصوت على سيدي ابراهيم، والله يجازيهم بخير وشكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.